خرج الفلسطينيين من الحرب العالمية الأولى ولقوا نفسهم في مواجهة المشروع الاستعماري الصهيوني الهادف لإقامة وطن قومي لليهود على أراضيهم. وفي خلال السنة اللي فاتت خدت المواجهة دي أشكال وأنواع من الرفض والمقاومة، اتعددت أدواتها من عصام مدني سلمي لمواجهة عسكرية مسلحة. وكانت المواجهة الشرسة دي ما بين مشروعين، وهم مشروع الاستعمار ومشروع التحرر، وكانت عمارة فلسطين مدينتها وقريتها بنيتها التحتية وطبيعتها الجغرافية جزء رئيسي وأدوات فعلية فيها. وفي صحيفة فلسطين اليافية فعادتها الصادر يوم الأربع 17 يونيو سنة 1936 كان في صور كاريكاتية منشورة بتبين أن وعد بولفور ما كانش مجرد وثيقة بتأكد دعم بريطانيا السياسي لمشروع الحركة الصهيونية وبس، لا ده كان مرجعية عمل لسلطات الانتداب عشان يضمن إقامة الوطن القومي اليهودي. وتشجيع الهجرة اليهودية دي ما كانتش الوسيلة الوحيدة لتهويد الأرض، لا كان معاها كتير من السياسات والقرارات اللي قدرت إنها تغير المشهد الفلسطيني تماما وتمكن رأس المال اليهودي من السيطرة على المشاريع الوطنية الكبيرة وإقامة المستعمرات والمدن والمشاريع اللي كانت دعائم لقيام دولة اليهود. وبطبيعة الحال ما وقفش الفلسطينيين يتفرجوا على سياسات بريطانيا، لا ده تعددت أشكال مقاومتهم لسياساتها، وكان في أساليب للاستعمار في استخدام البيئة المبنية كأداة سيطرة وتحكم، وفي المقابل طبعا كان في أساليب استخدمها الفلسطينيين في البيئة المبنية كأداة مقاومة وصمود. احتل الجيش البريطاني فلسطين بعد انتصاره في معركة غزة الثالثة سنة 1917 خلال الحرب العالمية الأولى، وفضلت فلسطين تحت الحكم العسكري لغاية سنة 1920 لما أنشئ إدارة مدنية وأصبحت رسمياً تحت حكم الانتداب البريطاني سنة 1923. ومن البداية وفاتت الحكم العسكري استخدمت بريطانيا التخطيط العمراني كأداة للسيطرة على السكان والأرض في فلسطين، فمدينة القدس مثلاً بدأ تهويدها عمرانياً من أول مخطط هيكلي لها بعد الاحتلال واللي وضعه باتريك جيدس سنة 1919. وفي سبتمبر من نفس السنة اعترض مسلمين ومسيحيين المدينة على تعيين جيدس كمخطط ليها، وده طبعا لأنه كان منحاز ومناصر للأجنت الصهيونية، وتعين في المنصب ده بتأثير ودعم من أعضاء الحركة الصهيونية في بريطانيا. والتهويد اللي حصل في القدس كان ليه طرق كتيرة، فبدأوا يمسكوا أسماء المواقع الفلسطينية، ومن هنا بدأت إسرائيل في إن هي تعبرن 7000 اسم لمواقع فلسطينية على الأقل، بجانب طبعا الأسماء التاريخية ومواقع الجغرافية لأكثر من 5000 موقع جوه القدس. وعشان يكملوا مشروع التهويد بدأوا إن هم يغيروا أسماء المناطق العربية بأسماء إسرائيلية، ودرسوا الكلام ده في المناهج التعليمية عشان يرسخوا الأسماء دي في عقول الأجيال الجاية. فتحرفت أسماء المدن الفلسطينية من العربية للعبرية، فمثلا مدينة نابلس بقى اسمها شخيم وبتعني في العبرية النجد، ومدينة الخليل بقى اسمها هبرون وبتعني في اللغة العبرية الصعبة، ومدينة بيت لحم بقى اسمها بيت لخم وبتعني مدينة الخبز، ومدينة القدس خلوا اسمها أورشليم. وغيرت كمان إسرائيل أسماء لأهم بوابات القدس الموجودة فيها عشان يهودوها هي كمان، فباب الخليل واللي بيعتبر واحد من أهم بوابات بلدة القدس القديمة بقى اسمه شاغر يافو أو يافا، وباب الحديد وده من أبواب المسجد الأقصى وموجود في الواجهة الغربية للمسجد الأقصى بقى اسمه شاغر هاتحاجش، وباب العمود أو باب نابلس وهو من أهم وأجمل أبواب مدينة القدس في فلسطين، وبيكتسب الأهمية دي كون إن هو المدخل الرئيسي للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط البراق، فخلوا اسمه شاغر شاكيم. وباب الزهرة أو السهرة وده واحد من الأبواب التاريخية لمدينة القدس وبيعتبر واحد من الأبواب الثمانية المفتوحة فيها بقى اسمه شاغر هيرودوس، وباب ستينة مريم وتسمى كده عشان قربه من كنيسة القديسة حنة اللي هي حسب المعتقدات المسيحية مكان ميلاد السيدة مريم العذراء، بقى اسمه شاغر هاريون أو الأسود، وباب المغاربة واللي بيعتبر واحد من أشهر بوابات المسجد الأقصى وأقربها لحائط البراق، وبترجع أصول تسميته للناس اللي كانت جاية من دول المغرب العربي عشان تزور المسجد الأقصى، غيروا اسمه خلوه شاغر هقشافة أو النفايات، وباب الرحمة واللي بيعتبر واحد من أهم أبواب المسجد الأقصى الخمستاشر خلوا اسمه شاغر هرحميم، وباب النبي داود وده باب كبير من بوابات القدس القديمة واللي أنشئ في عهد السلطان سليمان القانوني خلوا اسمه شاغر تينسينيون صهيون. وفي سنة 1925 قدم أهل المدينة مذكرة لعزبة الأمم بيبينوا فيها اعتراضهم على مشاريع التخطيط العمراني اللي موجودة واللي كانت كلها في مصلحة الحركة الصهيونية، وده بيخدنا لسؤال مهم جدا، هما الفلسطينيين باعوا أرضهم؟ الإجابة بالثلث أكيد لأ طبعا، لأن في العهد العثماني كانت الدولة العثمانية في فترة من الفترات منهارة اقتصاديا فكانت عايزة فلوس.
طب الدولة هتجيب الفلوس دي منين؟ فكانت بتعرض أراضي الفلاحين اللي ما كانوش قادرين إن هم يدفعوا، واللي كانت الدولة العثمانية مستنزفاهم عن طريق الضرائب المرتفعة جدا. فبيوصل الفلاح الحال بيه إن هو خلاص مش قادر يسد ديونه، فتقوم الدولة العثمانية واخدة الأرض بتاعت الفلاح دي وتعرضها للبيع، لأن هو خلاص مش قادر إن هو يسد ديونه. وطبعا الأراضي الفلسطينية دي بالذات في السهل عند يافا وحيفا، دي أراضي خصبة لزراعة البرتقال واللي كانت بتتصدر لأوروبا من زمان، فكانت بتجيب مكاسب كتيرة جدا. فكان التجار بيرشوا الولاة العثمانيين عشان ياخدوا الأرض دي بأقل سعر ممكن. فكان في عائلات شامية ولبنانية قدرت إنها تستحوذ على مساحات كبيرة جدا من الأراضي دي، زي عيل السرسق والعمر الدمشقية والأباني والعقراوي وغيرهم وغيرهم، خدوها ب 57 ألف دول من العائلات الشامية ونص مليون للبنانيين، بجانب طبعا بعض الأفراد من تبعية عثمانية زي بهاء إيراني من إيران والكونت جديد من مصر. لكن عيلة سرسق اللبنانية واللي كانت منحدرة من الروم الأرثوذكس كان لها النصيب الأكبر في الاستحواذ على مساحات كبيرة جدا من الأراضي وتحويلها من أراضي عربية لأراضي يهودية، فباعوا حوالي 400 ألف دول للصندوق القومي اليهودي، والدولم ده بيساوي ربع فدان بما فيها ملكيته في مرج بني عامر. طبعا الاراضي دي ما تعتبرش مساحات ضخمه من مساحه الاراضي الفلسطينيه كلها، بس كانت مهمه. اليهود طبعا طمعوا اكتر واكتر، كانوا عايزين مساحات كبيره جدا من الاراضي الفلسطينيه، فبداوا في ثلاثينات القرن الماضي ينتزعوا اراضي بالقوه زي وادي الحوارس ووادي الاباني وغيرها وغيرها من الاراضي، واللي كان الفلاحين الفلسطينيين رافضين ان هم يطلعوا منها. فبدأت القوات البريطانية ان هي تهجم عليهم بالخيل والبنادق عشان يخوفوهم ويطلعوهم من ارضهم، بس طبعا الفلاحين الفلسطينيين برضو فضلوا موجودين في الارض، فكان الفلاح بينام على الارض فبتيجي الجرافات البريطانية بتدوس عليهم هم في الارض فبيعجنوهم عجن وهم في الارض، فدول ما اشتروش ودول ما باعوش، يعني ده اخد ارض فيها ناس متجزرين فيها من زمان لان هم اصحاب الارض نفسها. كل مساحة الاراضي اللي استولوا عليها اليهود دي ما كانتش بتمثل 6.5% من مساحة الاراضي الفلسطينية كلها، لغاية سنة 1948 لما ادت بريطانيا الحق لترسيخ الكيان الصهيوني في فلسطين، لان الكيان الصهيوني ساعتها كان عامل زي الطفل اللي عايزه بريطانيا ان هي تكبره وتدعمه وتديله كل حاجه، فاديته فوق ما يتخيل من امتيازيات في الاستيلاء على المصادر المائيه والاراضي وكل حاجه الكيان كان عايزها. استسلموا او انتحروا، سنبتكم حتى اخر رجل فيكم، دي الكلمات اللي كانت بتخاطب بها العصابات الصهيونية سكان مدينة عكا الفلسطينية، وكانت بتقصف المدينة بشكل عنيف زي ما بيحصل في غزة دلوقتي. وعشان يهجروا سكان عكا من أرضهم انتشر مرض التيفود، واللي كان بسبب تجويسهم للمي، واللي أثبتت الوثائق إن العصابات الصهيونية ارتكبت جرائم بيولوجية خلال عملية التطهير العرقي لسكان مدينة عكا الفلسطينية، فقامت بتسميم مية الشرب، وده اللي أدى لانتشار مرض التيفود في المدينة. فبيقول المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه في كتابه التطهير العرقي في فلسطين الصادر سنة 2007 إن العصابات الصهيونية واللي بتسمى بالهغانة سممت مصدر مية مدينة عكا المكشوف في 6 مايو سنة 1948 واللي أدى لتفشي مرض التيفود. The Israeli troops poisoned the water of Acre, in order to make the city surrender. And the Red Cross reported this to the United Nations. One of the reasons that it got known was that there were still some British doctors working in the hospital in Acre who themselves got the typhus out of this poisoning act. Israel apologized and so on, and this, by the way, again, happened before the 15th of May. وبالطريقة دي هجروا الفلسطينيين من أرضهم وتهودت الأرض. وكمان وفقا لمخطط التهويد كان قفل مقبرة مأمن الله بدواعي صحية، لكن السبب الحقيقي إنهم كانوا عايزين مزيد من التوسع العمراني اليهودي في المنطقة دي بالتحديد. فبيقول مصطفى أبو ظهر وهو واحد من مسؤولين مقبرة مأمن الله عن الانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المقبرة التاريخية، واللي ذكرت كتب التاريخ إن الخليفة عمر بن الخطاب هو اللي أمر ببنائها في مدينة القدس. وبيقول كمان أبو ظهر إن استمرار الاحتلال في هدم المقبرة واللي بتضم رفات صحابة وتابعين وشخصيات تاريخية عشان يبنوا كافتيريا على ترابها وحمامات عامة وبنية تحتية للمجاري، بجانب طبعا تشييد مباني عامة من غير مراعاة لحرمة الأموات. طبعا التخطيط العمراني ما كانش هو الوسيله الوحيده لاحكام السيطره على فلسطين، فمدن فلسطين القديمه واللي كانت بتشكل مصدر قلق واستفزاز للجيش البريطاني لان هي كانت حاضنه للثورات والفدائيين، فبطبيعه العمران في المدن العربيه الفلسطينيه القديمه بتدي افضليه في السيطره المكانيه لسكانها على جنود الاحتلال، وده اللي خلى الجيش البريطاني في ان هو ينتهج العمليات العسكريه كاداه لاعاده رسم وتخطيط المدينه من جديد. واوضح مثال على كده اللي قامت بيه القوات البريطانيه في مدينه يافا سنه 1936 ضمن عملية المرساة، واللي اتدمرت فيها مئات البيوت في يافا القديمة عشان يفتحوا شوارع عريضة تسمح بدخول عربيات الجيش بسرعة لقلب المدينة. وبالرغم من ان السلطات ادعت ان العملية دي بتسعى لتجميل المدينة
وتحسين ظروفها الصحية والبيئية، لكن كان الغرض هو إحكام السيطرة العسكرية على معقل الثورة الفلسطينية الكبرى، وهو ده كان الهدف الأساسي من العملية. وطبعا يافا ما كانتش الضحية الوحيدة للأسلوب ده، فكان في عمليات زيها كتير في مدينة جنين وفي نابلس، بس كانت أقل من كده. وفي أسلوب تاني من أساليب استخدام العمران كأداة للسيطرة على المدينة الفلسطينية، انتهى الجيش الاحتلال البريطاني سياسة عسكرة البيوت والمباني المدنية الموجودة في المدينة وتحولها لسكنات عسكرية للسيطرة على مراكز المدن والطرق. فمن خلال مراجعة الأخبار اليومية في الصحف الفلسطينية خلال فترة الانتداب، اتبين إن الممارسة دي كانت سياسة دارجة في كتير من المدن الفلسطينية. ففي نابلس مثلا كانت القوات البريطانية بتحتل مباني عامة أو مباني سكنية وبتقوم بتحصينها وتقفل محيطها وبتحط مدافع رشاشات على أسطح المباني، وبالتالي فهي كده بتحولها لمراكز عسكرية بتحيط بالبلدة القديمة وبتسيطر كمان على مداخلها. وكان من بين البيوت دي عمارة الأمحاوي في شارع غرناطة، والنادي العربي في شارع حطين، وفندق فلسطين في حي الشويترة، وغيرها وغيرها من المباني. وبالإضافة طبعا لعسكرة المباني المدنية، وفي محاولتها لقمع ثورة 1936 رجعت بريطانيا لاستنساخ أسلوب القلاع الدفاعية. فقصة الـ 66 قلعة واللي معروفة باسم قلاع تيجارت بدأت كاستراتيجية بريطانية عسكرية عشان طبعا تعزز السيطرة الأمنية على فلسطين وتقمع ثورتها الكبرى. وبناء على تجربته في قمع البنغاليين في الهند، استدعت بريطانيا السير تشارلز تيجر لفلسطين لتقييم الوضع. وبعد جولة في فلسطين المستعمرة أوصى أن لازم يتعاد احتلال الأرض دي عسكريا، واقترح إنشاء شبكة من 77 مركز محصن في كل أنحاء البلاد وفي أماكن قريبة من المراكز الحضرية أو على مفترقات الطرق. اتبنى 66 مركز محصن من 77 اللي كانوا مقترحين، وكانت القلاع دي أو زي ما هي معروفة دلوقتي باسم المقاطعات، زي مقاطعة رامالة واللي اتحاصر فيها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ومقاطعة نابلس واللي دمرتها دبابات الاحتلال، وغيرها وغيرها من المقاطعات اللي ورثتها فلسطين من الحكم العسكري البريطاني. والمقاطعات دي كانت زي قلاع عسكرية عشان يسكنوا الضباط وأسرتهم فيها، ومجهزة طبعا للدفاع والصمود قدام أي هجمات ممكن إنها تتعرض ليها المقاطعة دي. فمقاطعة نابلس مثلا كانت متجهزة بأبواب محصنة وأبراج مراقبة وجدران خرسانية مسلحة وخزان مية بيكفي الضباط وأسرتهم لمدة شهر كامل عشان لو حصل حصار عليهم في المقاطعة دي. زي ما قلنا ان الفلسطيني اتخذوا اشكال كتير جدا من المقاومة، استخدموا فيها البيئة المبنية والطبيعة في تكتيكات الهجوم والدفاع ضد السلطات البريطانية. فبيقول بهجت ابو غريب في مذكراته ان في فترة الثورة الكبرى سنة 1936 كانت شبكة طرق السيارات في المناطق الريفية متخلفة جدا ومتدهورة، وبتتألف اساسا من طرق زراعية ضيقة جدا تقدر المقاومة انها تقفلها او تخربها بسهولة جدا، وده اللي خلى المناطق الريفية الطبيعية والكرة أماكن مفضلة للثوار لشن الهجمات واللجوء ويخزنوا الأسلحة بتاعتهم كمان فيها. ومن أشهر قصص الثورة في الجانب ده كانت معركة بلعة. ففي يوم الجمعة 4 سبتمبر سنة 1936 نشرت صحيفة تلفاست تلجارف البريطانية خبر عن كمين لجنود بريطانيين على الطريق بين نابلس وتور الإكرم قرب قرية بلعة، وقدمت الصحيفة دي تفاصيل عن القتال واللي استمر لساعات. بيقولوا فيه إن المقاتلين الفلسطينيين استخدموا بشكل مبدع تضاريس المكان عشان يشنوا الهجوم على قافلة الجنود ومهاجمة وعرقلة قوات الإسناد. مش كده وبس، ده كمان أجبروا طيارة عسكرية على الهبوط بعد إصابتها بإطلاق النار. ما كانش ده الهجوم الوحيد اللي تم في المنطقة دي وبالطريقة دي، فتكرار العمليات دي بنفس الأسلوب وفي المنطقة دي خلى الجيش البريطاني بيطلق عليها عملية الويندي كورنر. ففي المنطقة دي استخدم الفدائيين العرب أفضلية التلال المحيطة بالشارع العام، بالإضافة طبعا للصخور والنباتات، واللي قدروا ان هم يفاجئوا الجيش البريطاني ويهجموا عليهم من ورا الصخور والنباتات دي. وفي نابلس نفسها كان مقر قوات الجيش البريطاني في مبنى الاشلة القديم واللي موجود في المنطقة الضيقة بين جبلين عبيال وجيرزيم، واللي خلى الفدائيين العرب يستخدموا الصخور والنباتات كسواتر ليهم عشان ينفذوا عملياتهم ضد جنود الاحتلال البريطاني، واللي خلى الجيش البريطاني ساعتها يستعين بالطيارات عشان يقدر ان هو يصد الهجمات دي. بالإضافة لاستغلالهم لتضاريس وطبيعة البلاد وخصوصا في المناطق الريفية أو على أطراف المدينة، استغل الثوار الفلسطينيين البيئة العمرانية وخصوصا في المدن عشان يمارسوا تكتيكات عسكرية في الهجوم والانسحاب ونصب الكبائن والقنص والمراقب وغيرها من العمليات العسكرية. ففي المدن استخدم الفدائيين معرفتهم بطبيعة المكان وشبكاتها الاجتماعية في تأمين عمليات الكر والفر والهجوم والتمويه والاختفاء، خصوصا في مدن زي القدس ويافا وحيفا ونابلس. فبهجت أبو غريبة بيقول في مذكراته المنشورة في كتاب في خضم النضال العربي الفلسطيني
ازاي كانت المباني والشوارع والأزقة جزء من عمليات التخطيط والتنفيذ لعملياتهم. ورغم ان هو ما كانش بيقصد التدليل على مكانة الحيز العمراني في العمليات، الا ان وصفه لعمليات التخطيط والتنفيذ بيظهر مدى أهمية الخصائص العمرانية فيها. ففي معركة المسرارة سنة 1948 على سبيل المثال، استخدم الفدائيين أسطح المباني في المنطقة عشان يزودوا مدى قذائف المرتور واللي كانوا بيضربوه على القوات الصهيونية. وفي حادثة تاني بيصف أبو غريبة إزاي تم التخطيط للانسحاب من عملية سينما أديسون في القدس سنة 1936، فاختاروا الحواري اللي كانت ضيقة ومتكسرة كطريق للهروب عشان يوصل إمكانية للوصول لقلب القدس القديم من غير ما يحتاجوا إنهم يجروا في الشوارع العريضة واللي كان ممكن العساكر البريطانيين إنهم يجروا وراهم ويلحقوهم. طبعا نشرت الصحف اليومية في فلسطين وفي بريطانيا تفاصيل عمليات الفدائيين واللي ظهرت فيها أساليبهم في استخدام البيئة المبنية، وخصوصا أثناء الثورة الفلسطينية الكبرى. وكانت عمليات القنص من على أسطح المباني والهروب من على أسطح المباني اللي جنبها كانت مصدر قلق وتحدي للقوات البريطانية. ففي رسالة من مكتب القيادة في منطقة يافا العسكرية، برر قائد المنطقة طلبه باقتراح موقع جديد لقيادة المنطقة لعدة أسباب، كان من بينها إن المقاتلين العرب بيقدر إنهم يضربوا عليهم النار والمقذوفات من على أسطح البيوت المجاورة، وده كان بيشكل تهديد أمني عليهم. قصص كتير اتكررت في مدن مشابهة في فلسطين، واللي كان منها مدينة نابلس واللي كان العساكر البريطانيين بيحتلوا بيوتها زي ما قلنا، لكن المقاتلين العرب كانوا بيستخدموا النسيج العمراني زي نقط كده يقدر إنهم يتحركوا منها ويتجمعوا فيها، وكمان يقدر إنهم ينسحبوا جوه أحياء البلدة القديمة ويختفوا عن عيون الجنود البريطانيين. استخدم الفدائيين الفلسطينيين زي ما قلنا البيئة الطبيعية في المناطق الريفية والبيئة المبنية في المناطق الحضرية، لكنهم برضو ما نسيوش انهم يستهدفوا البنية التحتية الموجودة واللي كانت بتكون زي حلقة وسط بين المراكز الحضرية والريفية، وده طبعا عشان يعطلوا قوات الجيش البريطاني والمستوطنين اليهود وعصاباتهم المسلحة. وكان من أهم تكتيكاتهم في البنية التحتية هي كانت استهداف خطوط السكة الحديد، وده كان عن طريق زرع متفجرات جوه المقطورات بتاعت عربيات السكة الحديد أو على خطوط السكة الحديد، أو حتى في بعض الأحيان تدمير السكة الحديد نفسها. ففي تقرير لشرطة فلسطين السنوي سنة 1938 اتبين ان كان في 720 هجوم استهدف خطوط التليفون، و341 هجوم استهدف خطوط السكة الحديد، و104 هجمات استهدفت خطوط امدادات البترول، و335 هجوم استهدف خطوط المواصلات. زي ما شفنا وعرفنا اشكال المواجهة العمرانية او المكانية ما بين مشروع الاستعمار ومشروع التحرر الوطني، لكن المهم هنا مش اننا نتكلم عن الاعمال دي بقدر اننا نوثق دور المقاومة ضد المشروع الاستعماري. فالمشروع الصهيوني هو مشروع استيطاني احلالي بيستبدل شعب بمكان شعب، وبالتالي فالمقاومة في الحالة دي هي جزء من الارض، مقاومة موجودة في شعب ما بيقبلش باستبداله، وبالتالي بتكون عمارته وبيئته المبنية وطريقة استخدامه للمكان جزء من هويته، هويته اللي بيحاول اليهود ان هم يمسحوها ويلغوها تماما، بس اكيد عمر ده ما هيحصل مهما طال الزمن ومهما طالت الحروب.